في ناس كلامهم زي المبرد، كلام عامل زي السم، بيأذي الناس وبيضربهم في مقتل وبيخلوا الناس يتمنوا الموت حرفيا. تعالوا بينا نشوف قصص الناس وأثر الكلمة الحلوة في نفوسهم بيكون عاملة ازاي. يلا بينا. النهاردة بنتكلم عن أثر الكلمة في حياة الناس. أوقات بنقابل ناس في شغلنا ولا في حياتنا كلام زي ما قلت كده لسانهم زي المبرد بيأذي الناس. بتضحك ليه؟ دايما موجود ده. بتقابلهم؟ أكيد دايما موجود. عندك موقف؟ كتير. احكي لي كده. على سبيل المثال كنت يعني دخلت الجامعة، كنت حابب دايما أكون مثلا إيه حاطط في دماغي، أي نعم أنا ما دخلتش الحاجة اللي أنا كان نفسي فيها قوي، بس قلت مثلا أعوضها إن أنا لو دخلت الجامعة أكون أحسن أحسن من كده يعني. فكنت ابتدأت أول سنة كده يعني بشد في الجامعه شويه، بحضر كل المحاضرات يعني بحاول على قد ما اقدر التزم. التزام. فبعد السنه الاولى لحد يعني قفلت السنه ان انا كنت من الاوائل على الدفعه، فكنت مبسوط بحاجه زي كده وكنت فاكر ان انا عملت انجاز وحاجات زي كده يعني. فجاء على سبيل المثال حد برضو زي من زمايلنا قال لي، هو قريب مني، للاسف هو كان قريب مني جامد، فقال لي انت حتى لو انت عملت وتعبت وماشي واعتبر نفسك عملت، ما هو مش هتعمل اي حاجه في الاخر. احبطك جدا. خلاني بعد ما كنت انا فاكر ان انا جاي مثلا عامل حاجه ومثلا مأثر على حقيقه، دي هتأثر عليا بعد كده ان انا افضل اخد ستيب باي ستيب ان انا افضل احسن في السنه الثانيه. خلاني كنت يعني بعد الكلمتين دول عملت العزيمة قلت. لا دي قلت جدا و طلعت من الأوائل سنة تانية. أيوة برضو عملتها. طيب حلو. أيوة عملتها، علشان بعد كده أنا نفسيا اتعاملت مع الموقف كأنه مثلا إن دي حاجة هتبقى دفع ليا. وبرضو يعني بصراحة في ناس كتير، على قد ما ده كان موقف سلبي في ناس بقى عملت معايا بالإيجاب. احنا النهاردة بنتكلم على أثر الكلمة، سواء كلمة حلوة أو كلمة وحشة. واجهتي كلام قبل كده وجعك واحبطك؟ طبعا كتير جدا، يعني انا ممكن من كلمه واحده تخليني ما اعرفش انام اصلا الليل، وممكن من كلمه تخليني ابقى مبسوطه في يعني يومي كله بيبقى بيضحك وكده وما ابقى مبسوطه. فكلمه يعني كلمه ممكن تاثر على الانسان، لو مجرد كلمه واحده ممكن تخليه مثلا يبقى فرحان او يبقى مبسوط. عارفه المشكله يا حبيبه؟ المشكله ان الناس اللي بتقول الكلام الوحش والكلام المؤذي بيروحوا ويناموا في بيوتهم على المخدة كده ومرتاحين البال، وما يعرفوش أثر الكلمة دي في نفوس الناس عاملة إزاي. الكلمة الحلوة أو الكلمة الطيبة بتخلي الإنسان مبسوط جدا. وصدقة. وصدقة طبعا. وبلاش يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني الابتسامة في وش أخيك صدقة. دي مش الكلمة بقى، لا دي الابتسامة، مش الضحكة، دي الابتسامة البسيطة بتاخد عليها حسنات، ما بالك بقى بالكلمة اللي ببلاش. طبعا يعني لازم الإنسان يكون يعني عنده إحساس كده باللي قدامه. بتقولي كلام حلو للناس؟ طبعا. بتسمعي كلام حلو من الناس؟ طب الكلمة اللي مش حلوة بتعمل فيكي إيه؟ بتوجع، يعني ممكن أقعد طول الليل مش قادرة أنام لمجرد بس إن حد قال لي كلمة واحدة بس مش حلوة أو ضايقتني. يعني أحيانا بيبقى اللي قدامك مش واخد باله إن ممكن كلمة واحدة بس صغيرة توجع أكتر من أي حاجة في الدنيا. يعني أنا أصلا بالنسبة لي شايفة إن الكلمة دي حاجة مهمة، ممكن كلمة تبقى حد زي السيف وكلمة تبقى جميلة زي الوردة. الوردة اللي هي ريحتها حلوة كده وجميلة، يفضل واحد مبسوط مدة طويلة هو أصلا مكسبش حاجة، كل فين هو سمع كلمة حلوة. فده حتى يعني الكلمة الطيبة صدقة، الناس ما تاخدش بالها من أهمية الكلام وبيفضلوا يتكلموا خلاص. ولو حد مثلا إيه قال لهم يا ابني يعني حسن ألفاظك، يعني ما بيهتموش. ويعني ما المجتمع فيه حاجات غريبة أو من ناحية الكلام والتنمر وكل ده، ويقعدوا يعني تبقى ان هو حاجة كوميدية وهزار وتسلية وان هي بنضحك مع بعض، هم مثلا بيقولوا كلام يجرح وبيجوا على الجرح. ولما يبقى في حد عنده حاجة مشكلة ما اقعدش اعين وازيد فيها لان هو اكيد هتضايقه. هتتعب